أتمنى أنا الحدا يلي عنده سرعة البديهة بالسؤال، يعني عندي أكثر سرعة بديهة بالرد من إني أسأل حدا أو حتى إني أهتم لأخباره. عرفت يعني المذيع الشاطر هو اللي سريع بياخذ من الرد سؤاله، صح؟ فبحس أنا ما عندي إياها هيدي الشغلة، بدها هيك يعني يكون حدا كتير فهلوي. طيب رأيك في فيلمك الأخير إيه؟ أنا شخصيا حبيت دي كانت أول تجربة تمثيل سينمائي مظبوط؟ بمصر. بس في وجهة نظر بتقول إن الفيلم ما نجحش خالص، يعني أنا المكتوب عندي إن أكتر النقاد أغلبية النقاد ما عجبهمش أدائك أنت شخصيا في الفيلم. يمكن أنا ما قريت هيدا الشيء، بس برضو بحترم يعني، إن شاء الله المرة اللي جاي يكون أحسن. ما كنتيش لسه تقلتي رجلك قوي في الغنى وبسرعة استعجلتي ومثلتي. شو قصدك يعني تقلت اجري يعني بالغنى؟ ما بقيتيش نجمه في الغنى قوي؟ اما معي وقت، ما هو يعني من جمهور هيدا على جمهور هيدا، ممكن انا يعني انه بوصل يعني يوم الجمهور من الايام. بتحاول تلم جمهور من اي مكان، يعني غنى، تمثيل، اعلانات، تفتكر ده ممكن يكون نجوميه؟ ملم ستوب. عطني وش عندك يلا قول. هلا انت عم تقول ما ثبت اجري، هلا البعض بحسوا انه لا انا بلا يعني انه انا موجوده. بس في جزء كبير حس ان انت فشلتي في الغناء فاتجهتي للسينما. لا يعني ما بعرف، معقوله؟ انا ما بعرف، يعني انا ما حسيت انه انا فشلت يعني بالغنى، بقول الحمد لله. يعني انت فسري باستعجالك فجاه من 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 غنى، من نص مشوارك الفني في الغنى فجاه للفيلم سينما، والفيلم ما كانش مدروس كويس برضو، يعني ما نفعكيش قوي. يعني ما بعتبر انه انا فشلت بالمغنى هذا كبدايه، يعني بقول الحمد لله كان عندي اخبارك ايه يا وحشني، لو كان لك قلب، حبة حب، يعني هو الأغاني بعتقد إنه في ناس بتحبهم. ما عم أقول إنه أنا النجمة العالمية ولا العربية الكبرى يعني، لا بس أكيد طبعا. بس ناخد فاصل صغير ونرجع نكمل، فاصل قصير ونواصل مع وجهة نظر. إيه توترتي ليه كده؟ لا بالعكس، بس ما تركتني. حسيت إنك متوترة كده يعني. لا 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 انتبه، انت جيت عم تقلب وجهي، انت فاشله. لا الفيلم فشل او الغنى. لا انت قلت فشل، انت قلت فشلتي بالغنى. يعني فشلتي في الغنى لكن مش معناه انك فاشله، يعني معناه انك ممكن تجربي تاني، ممكن تبقى في فيلم غنائي يعوض لك الفشل اللي حصل في الغنى. فهماني؟ نكمل هلا انا من حاجه. نو يا حبيبي تقبرني. يلا ماشي يلا 3 2 وان. رأي الجمهور بيهمك طبعا. طبعا اكيد. طيب جمهورنا في الاستوديو عايز يشارك معنا في الحلقه، نسمع رأيهم كده مع بعض. هاي، انا سمعت ان انت كنتي في تصوير الفيلم في الكواليس، كان المخرج بيطلب منك ان ما كانش بياخد التيك 1 او 2 او 3، كان بياخده 5 6 7، برضه ما كانش بيوصل للي هو عاوزه. يعني التمثيل ما كانش زي ما هو عاوزه بالظبط، مش زي ما هو طالبه. متهيألي ممكن تغني احسن وما تمثليش، او انت شايفه نفسك بتمثلي احسن؟ انت قريتي هيدي الشغله؟ انت سمعتي الكلام ده مين اصلا؟ يعني انت مخرج ومش مخرج، انت كنت بتشتغلي في الفيلم؟ سمعتي؟ لا خلي لو في معلومه محدده نبقى نتكلم فيها، لكن ما بلاش الكلام اللي هو العايم ده، سمعته اشاعات، الوسط مليان اشاعات، فمش عايزين يعني عايزين يبقى في سؤال، يبقى سؤال في الموضوع. لا بالعكس، اول شيء بحترم رايها. لا دي وجهه نظر الناس يعني، مش ما هي وجهه نظرها وقريت. بس هي حد قوي في كلامها يعني، ما حبيتش الحد. يعني انت اللي في حد تاني عنده سؤال؟ انا شايف اليومين دول ان الكليبات دلوقتي بقت تعتمد على الحركه والرقص اكتر من هو غنى. يعني انا يعني الكليبات كلها كرهتها بسبب ان كتر الرقص فيها وكده، فما بقتش تعتمد على موهبه. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ انت كرهتها يعني؟ كرهت الكليبات عامه بسبب ما عادش تتفرج يعني. انا بقول وجهه نظر يعني. خلاص واضح الاسئله كلها النهارده شبه بعض يعني، ما عادش تتفرج. يعني ايه كليبات؟ لا بس الرقص ده فن، وال يعني ما تتفرجش. يلا
هل فعلا الكليبات كتير ديكتاتور؟ لا خالص، انا بس عايزه يعني الحلقه تبقى يعني فيها موضوع بدل ما تشتتونا يعني. طيب هل انت فعلا بتعتمدي في كليباتك على الرقص مش على الغنى؟ لا بالعكس، اوكي انا يعني عدد كبير من كليباتي كان فيهم كوريغرافي، بس مش بعتمد بكليبات رقصات يعني، مش بعتمد باغنية على الرقص. طيب ليه كنت ترقصي في الاغنية؟ وليه ما ارقصش؟ ليش لا؟ بالعكس يعني، لا اذا انت ما عندك مشاكل مع ال لا انا ما عنديش اي مشاكل. طيب الجمهور هو ترمومتر الفنان، صح مظبوط؟ صح. احنا معانا وجهة نظر سجلناها للناس في الشارع نشوفها ونرجع نكمل حوارنا تاني. مايا ناصري مش مغنية، وان الجيل بتاعنا ما بيحبهاش، وان غنيها ومنسية احنا ما بنحسش بيها، وان مايا ناصري ما فيش صوت خالص، وفي مغنيين احسن منها بكتير. فكره مايا انت كنت حلوة قوي في الغنى، وكان ليكي شرايط حلوة واغاني حلوة جدا، وكنت حتى في الفيديو كليب كويسة، لكن ما مثلتي بجد يعني وحش جدا. الموضوع ده سيبيه وركزي في حاجة، انت اصلا ما كنتش مركزة قوي يعني، مش هتركزي في الاثنين. مصر انا شايف ان انت وجيلك كلكم بتقدموا حاجه واحده كلها شبه بعضها، بتمنى منك ان انت تقدمي حاجه جديده او مميزه، ان احنا نقدر نميزك او نحطك في مرتبه معينه مختلفه عن الناس الموجوده. ريت تبطلي تمثيل وتخليكي في الكليبات احلى. مايا ناصري انا ما اعرفش واحده اسمها مايا. طب هي بتمثل ولا بتغني؟ انا مش عارف والله. جماعه انا رياضي وما اعرفش مين مايا ناصري دي بالظبط. هي ممكن تكون هي اللي بتغني عتريس ولا بتغني الواو، انا مش عارف، اصل كلهم شبه بعض، انا مش عارف بالظبط مين هي مايا ناصري بالظبط. الجمهور متلخبط، بس قلت انه ممكن يعني بضل يقطع بواحد بالالف. انتوا قديش عملتوا البرسنتج ده؟ كتير، ده انا شايل 600 حد في المونتاج، في ناس كتير جدا واعمار مختلفه، كبار وصغيرين واطفال ورجاله وستات، في ناس كتير قوي قالت كلام اصعب من ده بس ما حبيتش ان احنا نعرضه يعني. دي وجهه نظر لازم يعني من حقك ترد عليها. يعني شو بدي رد؟ يعني في ناس عايزاكي تركزي في الغنى، في ناس عايزاكي تركزي في التمثيل، كويس؟ ممكن كباية مي؟ أستوب؟ طبعا مي يا جماعة. طيب ايه ده؟ يلا 5 4 3 2 1. مايا بتحلم بايه في الفتره اللي جايه؟ احنا مش هنرد على وجهه البتاع اللي اتقال ده. انت قصرتي في حق الجمهور ده يعني، الجمهور اللي استناكي تغني سبتيه في نص الطريق ورحتي